الآن عيشة شو مع غادة عبد الرازق. فرقتنا الموسيقية منورنا، جمهورنا منورنا، مشاهدينا في مصر والوطن العربي أهلا بيكم. معانا النهاردة النجمة الجميلة غادة عبد الرازق، منورانا. بنوركم كلكم صراحة يعني. ربنا يخليك. قبل ما نبتدي هنشوف بروفايل. أوكي؟ أوكي. غادة عبد الرازق. الكلام عن مشاكلها في الوسط الفني قد الكلام عن نجاحها، ويمكن أكتر شوية. قالوا إن العند بيولد الكفر، بس مع غادة ولد الإبداع. عندت والدتها لما نصحتها بالبعد عن سكة التمثيل، ومثلت وبقت من أبرز نجوم الصف الأول. وقال عليها السيناريست الكبير مصطفى محرم إنها ابن عقة ضلت الطريق لأنها عندته، ورفضت تشتغل معها تاني بعد ما كتب لها عائلة الحاج متولي وزهرة وأزواجها الخمسة. وفعلا بعدها خدت سكة درامية مختلفة ميزتها عن كل فنانات جيلها. انت هتتعصب من أولها كده يا حاج؟ غادة ما عندهاش حل وسط. نظام يقولت ايه؟ أنا سعيدة قوي بالجائزة ديت، بشكر كل اللي وقفوا جنبي. غادة بتهدي جوائزها للي بيحبوها، وبتطلع لسانها للي بينتقدوها. هما لسه شافوا مني حاجة؟ يا ترى غادة النهاردة مع عيشة هتعترف إنها مندفعة ومتسرعة، ولا برضو هتكمل في سكة العند؟ غادة عبد الرازق مع عيشة. حلو. انت فعلا كده؟ يعني حوالي 90% متسرعة؟ جدا. وللأسف تسرعي بيوقعني في مشاكل كل اللي حواليا بيقولوا لي ان انا في غنى عنها. طب ما فكرتيش تستعيني بصديق كده يساعدك؟ عشان كل اللي حواليا طبعا متضايقين من ان انا متسرعه، وان انا لازم اكون عقلانيه، واني اعامل الناس زي ما هم بيعاملوني. يعني لو واحد بيعاملني عشان مصلحه، فبالتالي انا كمان اعامله عشان مصلحه. رحتي دكتور نفساني؟ انا ما زلت لحد دلوقتي بروح. ليه؟ لا ليه دي من 20 سنه. معايا شهاده معامله اطفال. يعني بقالي دلوقتي 20 سنه. لو اخترتي 3 محطات في حياتك تختاري ايه؟ اول واحد طبعا اللي انا خلفت فيها روتانا، اللي هو الارتباط والجواز والخلفه. الثانيه الشغل. الثالثه دلوقتي الاحفاد. ايه المحطه اللي انت فاكراها في حياتك اول مره؟ لا كل محطاتي. او فيلم معين او مسلسل معين؟ كنت عامله زمان اللص الذي احبه، كنت عامله فيه دور عنبه. كنت اول مره في حياتي ابقى مع نجوم، واشوف بقى شريف منير وشيرين سيف النصر وهاني رمزي وبتاع. فكنت كانت محطه مهمه في حياتك. طبعا فرقت معايا. والثالثه؟ كتير والله، مش عايزه انسى فضل حد علي عشان ما يقولش ان يعني الحاج متولي، سوق العصر، مساله مبدا، حاجات كتير قوي. مسلسل زهره وازواجها الخمسه، كنت فاكره وانت تعملي المسلسل ده انه فعلا في حياتك هيكون 5 ازواج؟ والله وانا اتجوزت اكتر من 5 يعني قبل ما اعمل زهره يعني. وانت بتعملي المسلسل كنت متجوزه كم مره؟ بتهيألي حوالي كان 4 أو 5. وبعد المسلسل كملت. عجباني صراحتك. كملت الباقي. اللي هما كام؟ لا انت عايزه تديني عين ولا ايه؟ لا لا. حوالي ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله 10 ما شاء الله 11 حاجه. مش عايزه اديك عين عشان عايزه تكمل. هتكملي؟ والله بصي انا خدت عين يا زهر. لا يعني دلوقتي انا مهتمه جدا جدا،
بروتانا والأحفاد، لو ربنا كرمني بإنسان محترم بجد ويحبني بجد ويشوف غادة محمد عبد الرازق مش غادة عبد الرازق، ممكن أفكر أن أعملها تاني. يعني أنت عايزة حد يشوفك كإنسانة مش كممثلة؟ يا ريت. ندمتي على جوازاتك؟ طبعاً حاجات كتير ندمت عليها، مش جوازات بس، حاجات كتير في حياتي عملتها ندمت عليها. ندمتي على إيه؟ أعمال عملتها ما كنتش عايزاها، تصرفات عملتها المفروض ما عملهاش. إيه الأعمال اللي ما كنتيش عايزاها؟ لا عمري ما هقول، لأن كده بغلط في حق صاحب العمل وأنا ما أقدرش أعمل. إيه التصرفات اللي عملتيها وندمتي عليها؟ تصرفات كتير طايشة مني، بس دايماً أقول إيه؟ وأنا لو هقعد أحسب كل حاجة بالورقة والقلم هبقى مش بشر، أنا بشر زي بقية الناس. كلنا بنغلط طبعاً. لازم، ولما بغلط بتعلم الغلط بتاعي. اقعد اقول لا مفروض يا غاده تبقي حاسباها كويس عشان انت مش عارفه ايه، عشان انت قدوه للناس، عشان كل ده يبقى تحملات عليا، مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه ارضي مين. يعني ارضي نفسي ولا ارضي الجمهور ولا ارضي ساعات بوصل لمرحله مبقاش بقعد في البيت، تخيلي ما بخرجش يعني. طب ايه المحطه اللي عايزه تمحيها من حياتك ندمتي عليها وعايزه تمحيها؟ يعني لو رجع بيكي الزمن تقولي أنا مش ممكن أعمل كده؟ لا هو كان موضوع كده عندي حصل من فترة وطلعت اعتذرت عنه. الفيديو؟ آه طبعاً ندمت جداً إن أنا اللي أنا عملته بحسن نية اتخذ غلط، وكان توقيته بالنسبة لي غلط، أنا غلطانة، لأني لازم أحترم جداً إن لما أكلم الجمهور بتاعي أكلمه مش وانا نايمه في السرير، لان مش انا يعني مش غاده عبد الرازق. مش عارفه ساعتها انا كنت بفكر في ايه صراحه، يعني دي غلطه لو رجع بيا الزمن امحيها تماما من حياتي. غاده انت فعلا عندك شجاعه الاعتذار لدرجه دي ولا جمهورك هو اللي اجبرك؟ لا محدش يجبرني على حاجه ابدا، انا غلطانه ولازم اعتذر، مفيش حاجه اسمها كده. لا دي قوة. طبعا طبعا. بصي اوعي لأي حد في الدنيا، اوعي حد يتمسك بالغلط، الغلط بيجيب غلط، ولو تتمسكي بيه هتبقي أعنف. غلطانة قولي أنا غلطانة خلاص، يعني دي نهاية. إنك تعترفي بالغلط الناس تحترمك، مش هتبقي أنت يعني شكلك بقى وحش أو الناس يقولوا عليكي عشان أنتي قوية فانكسرتي. لا أنا غلطت واعتذرت. هديكي أربع مسلسلات رتبيهم لي. أرض جو، سمارة، الكابوس، السيدة الأولى. أقرب مسلسل لقلبك؟ السيدة الأولى. والتاني؟ الكابوس. والتالت؟ ولا واحد. الاتنين مسحتيهم؟ يبقى دي من المحطات اللي ينفع نشيلها. لا مش عايزاها تتشال، انا مش ندمانه عليهم، بس ما عملوليش اللي انا كنت عايزاه. يبقى ندمانه، اختياري كان غلط. نرجع للندم او لا؟ ايه رايك؟ خلينا نرجع شويه للندم. انا مش عايزه اندم على حاجه. لا بصي اللي انا بعمله اللي بهببه اتهبب. عملتي عمليات كتير؟ لا. طب عملتي ايه؟ عملت مناخيري بس دي من زمان قوي، سناني كلها بغيرها كل سنتين ثلاثة مثلا، بس. ندمتي على عمليات تانية عملتيها؟ انت شجاعة وبتقولي انا عملت كذا وكذا وكذا وعملت كذا عملية تجميل وما عندكيش مشكلة. لا ندمت على حاجة تانية؟ لا انا بس ندمت لما كان وشي رفيع جدا وبعدين خسيت قوي والناس قالوا لي ان انت خاسة قوي يا غادة ومش عارفة ايه، رحت تخنته شوية، قلت يا ريتني ما عملت كده. بس راح دلوقتي او لا؟ والله بصي هو كل الناس بيقول لي راح، انا الوحيده اللي حاسه انه ما راحش، يعني ما اعرفش، بس ما حبيتش يعني الحركه اللي عملتها. غاده ندمتي انك ما نفذتيش وصيه والدتك وكملتي في الفن؟ هي كانت معترضه. هي كانت معترضه، بابايا الله يرحمه لو كان عايش ما كنتش هعرف ادخل المجال اصلا. ساعات لما بيحصل لي مشاكل كتير قوي وبعدين خلي بالك انا شخص واحد بيحارب مجال كبير براه وجواه،
بقعد اقول يا ريتني ما كنت دخلت. بس ساعت. فعلا يا ريتك بتقولي او لا، كلنا في لحظات اول ما بنقول يا ريتنا مع اول ما الاقي حد بيقولي ازيك انا بحبك قوي انت نجمتي المفضله، انسى كل المشاكل كلها بلا استثناء. لكن اول ما بتزيد عليا المشاكل قوي وابقى مش قادره استحمل اقول انا ايه اللي دخلني، ما كان زماني دلوقتي عايشه مرتاحه البال زي اي حد. يعني الدرجات انت مش عايشه مرتاحه؟ لا لحد النهارده. لحد النهارده طبعا. ليه؟ لانك انت كل ما بتنجحي كل ما تتحاربي اكتر، كل ما تعلي خطوه لقدام كل ما يبقى عليك السبوت، ولو اي غلطه عفويه زي ما بيقولوا ممكن تصحي الصبح تلاقيها كارثه. نروح لفاصل ونرجع. اوكي فاصل وراجعين. رجعنا لكم ومعانا النجمة الجميلة غادة عبد الرازق. غادة، ايوه، معانا ست صور هقول لك تصريحات تقولي لي الصوره لمين. اوكي ماشي. التصريح الاول، قلتي عنه فراقك صعب. خالد صالح الله يرحمه، الف رحمه ونور على روحه. نشوف الصوره. فعلا انت كل سنه بتحيي ذكرى وفاته. خالد كان من اعز اصحابي، بني ادم محترم جدا جدا وجدع وراجل وحنين وطيب وما تطلعش منه لعيبه ابدا وما يجيبش سيره حد. يوم ما توفى كنت انا صاحيه عشان اخد طياره عشان اروح له الاقصر في المستشفى. فتحت مش فاكره فتحت كان تلفزيون ولا فتحت ايه، عرفت ان هو مات. جات لي حاله هستيريه من العياط، عياط 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 عياط، ما كنت عندي ذهول. الله يرحمه. الله يرحمه. التصريح الثاني، أتمنى إن غادة عبد الرازق تركز في مسلسلها اللي محدش شايفه. مين قال كده؟ هما كتير قالوا كده. أهم حاجة بس أنا زعلانة إن هما بيقولوا إيه اللي محدش شايفه. طب طالما أنت بتتكلمي عليه يبقى متشاف. ما هو لو يعني طالما قلتي اسمي يبقى أنا موجود. يبقى شفتيه. لا صح؟ يعني ما هو طب مين قال كده؟ مش فاكرة؟ لا كتير طبعًا. انت عايزه مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ نشوف الصوره. هيفاء، كنت عارفه انها قالت كده؟ لا، قالت ايه؟ تركز في المسلسل. يا ريت تركز في مسلسلها اللي محدش شايفه. ده انهي سنه كام؟ ده كان رد عليكي بعد ما قلتي ان اختيارها لمسلسل كلام على ورق مش حلو. انا عمري في حياتي ما نظرت على حد، يعني عمري في حياتي ما نظرت على حد وقلت يا ريته كان عمل. لو كان ولو عايزه اقول هقول في بيتنا لوحدي. لازم يعني سمعوكي بيني... بقى لازم سمعتك. لا عمري في حياتي ما نظرت على حد. اكيد حد وصل لها معلومه خاطئه. قال لها غاده بتقول، غاده قالت، لكن انا قلت لا حصلش. طب انت شايفه النهارده ان اختياراتها صح؟ المسلسلات اللي هي بتعملها صح؟ لا ده شيء يرجع لها، ملهاش دعوه. بصي أنا مش جلاد ولا قاضي، أنا فنانة. الفنان يخليه في حاله، يعمل أعماله الفنية، ولما تاخد رأيه في حاجة كاستشارة، كحاجة صحية، كصحوبية، صداقة، أخوة، يقول. التصريح اللي بعد كده، قالت لا خلافات مع غادة عبد الرازق. لا خلافات مع غادة عبد الرازق. رانيا يوسف بتقالي قالت ان مفيش خلافات. في حد كمان مش فاكره مين. لا انت ادرى بقى. في كتير قالوا انه مفيش خلافات معاكي. في كتير قالوا ان ما عندهمش خلافات معايا. ويبقى في ولا هما بيداروا؟ لا هيداروا ليه يعني، بالعكس هي لو عايزه تقول يعني طالما اتسالت السؤال يبقى هتبقى عايزه تقول. خلينا نشوف. يلا نشوف الصوره. نشوف الصوره.
كارمن لوبس. كارمن؟ كارمن عمري في حياتي ما كان في خلاف بيني وبينها. هي قالت كده، هي قالت ما فيش خلافات. اه اوكي افتكرت. بس الناس بتقول انه كان في خلافات وقت البرنامج. مش حقيقي. البرنامج ده كان اسعد وقت في حياتي كنت بقضيه. اللي هو كاني رايحه رحله. رايحه اضحك مع اصحابي واشوفهم واشوف الولاد اللي كانوا في ارب كاستنج. لا كانت احلى ايام حياتي. تعلمتي منها التجربه دي؟ في الاول كنت خايفه ان انا اقعد واقول رايي وانظر برضو زي ما بقول على الولاد. بعد كده لقيت ان هما بيستفادوا من ده. وبالفعل كان في سنه من السنين اخدت 2 في عمل ليا. نشوف التصريح اللي بعد كده. غادة عبد الرازق تراجعت كثيرا واختياراتها اصبحت ضعيفه. مين قال كده؟ كتير برضو. واي حاجه اقولها لك تقولي كتير للدرجه دي؟ مش بقول لك الحقيقه. والله كتير جدا قالوا كده. طب مين هو ناقد معروف؟ هتلاقيه طارق الشناوي اكيد. ما انت عارفه. لا اصل هو طارق اللي بيبتدي وبعدين بيبقى وراه ناس كتير. خلينا نشوف الصوره. طارق فعلا طارق الشناوي. تزعلي من نقد او لا بصراحه؟ لما يكون بناء، لما يكون ليه معنى. بس لما يكون بناء ما تزعليش يعني. اه لكن لما يكون كده يعني عافيه وبعدين ايه مش ما تتسرعيش يا غاد. لا قولي في ايه اللي هو يعني بيبقى حواليكي اعمال تانية يعني باينه قوي قوي فمحدش يتكلم عليها لا بالسلب ولا بالايجاب ويجي عندك انت يقول لك لا 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 ليه بقى هم قاصدينك ولا ايه؟ والله ساعات بحس كده وساعات اقول لا مش معقوله بقى يعني انت يظهر شكاكه يا غاده تشكي زياده عن اللزوم. طب انت فعلا تراجعتي؟ في اعمال؟ اه طبعا في اعمال تراجعت فيها. يبقى معاها حق؟ الاعمال الاخرانيه كلها مش كلها. انا شايفه السنه اللي فاتت مثلا ضد مجهول انا حباه جدا. الخنكه ما كانش حلو؟ اه ما كانش حلو وقلت ان هو ما كانش حلو. ارض جو ما كانش حلو؟ قلت ما كانش حلو. لكن هو بقى ما اتكلمش على العملين دول. هو جه عند الانجح بالنسبه لي واتكلم عليه. التصريح اللي بعد كده. قالت عنك مرة كلام سلبي ومرة كلام إيجابي. تبقى مين؟ كتير هتقولي لي هجاوب أنا. ريحي نفسك هاتي الصورة على طول وأنا أقول لك يعني. يلا نشوف الصورة؟ اه يلا. رانيا يوسف. اه رانيا أنا بحبها جدا ومن الممثلين الشاطرين قوي وأنا بحب الممثل الذكي الموهوب بعيد عن أي حاجات تانية يعني خلافات او كلام. هي يمكن حد وراني برنامج كانت اتكلمت فيه شويه كانت قايله مشاكل. غادة عبد الرازق خدت الفيلم لحسابها وحذفت مشاهد ليا. هي قالت كده. وبعدين قالت ايه بقى؟ بعدين قالت عنك كلام حلو. لا خلاف مع غادة. خلاص انا سامحاها على الكلام الوحش واحترمها على المستوى الشخصي والكلام ده يعني اتصالحتوا. خلاص يبقى اتصالحتوا؟ احنا متصالحين ما اتخانقناش. صدقيني انت ليه مش مصدقه ان انا بقول لك انا ما بتخانقش مع حد. انا بسال بس اي حاجه مصدقاكي. بس الشخص اللي هو قال الكلام يمكن هو من وجهه نظره شايف ان ده حصل. ما هي قالت كلام وقالت مش هشتغل مع غاده تاني. يبقى زعلانه. لا رانيا انا قابلتها اخر فتره كنا كويسين جدا واصحاب ولو هي قالت في الاول الكلام زي اللي انت قلتيه انا مسامحاها. وقفتي معاها في ازمتها في ازمه الفستان؟ اتصلتي بيها و... اه طبعا كلمتها. وبقيتي بتاخدي بالك تلبسي ايه؟ يعني قلتي لا انا لازم اخد زي بالي. زي ما قلت لك ممكن البني ادم يغلط غلطه هيتعدم عليها. خلاص هي ست اتاسفت وقالت البطانه فعلا كانت مرفوعه واتشدت منها ومفيش حد امين عليها من اللي ورا قال لها يا مدام رانيا في كذا او كذا او كذا. يعني أنا شايفة إن الموضوع أخد أكبر من حجمه. طيب التصريح اللي بعده. قلتي عنه لن أتعاون معه مرة أخرى. وبعدين رجعت اشتغلتي معاه. كتير. لمين؟
مخرج. ما هو اكيد مخرج كلام. اكيد استاذ خالد. نشوف الصوره. يلا الصوره. فعلا خالد يوسف، غيرتي رايك ليه؟ كان بينا مشكله ايام معروف يعني ايام الثوره، انا ارائي ما كانتش من ارائه، اتخانقنا خناقه كبيره جدا قطعنا فيها بعض. الظروف عدت والايام عدت والدنيا رجعت الحمد لله كويسه. اتقابلنا في مكان سلمنا على بعض، خلاص كان في بينا عشره، فرجعنا نتكلم تاني. طلبني في الفيلم، رحت اشتغلت الفيلم الاخير كارما. ما كانش مزعلك انك كنت في بطوله جماعيه الاسم الكبير غادة عبد الرازق النجمه الاولى دايما؟ لا لا، الاولى دي ما حدش يقولها غير الناس، مفيش حاجه اسمها لا اولى ولا ثانيه ولا ثالثه. ما انت دايما ادوار بطوله مطلقه. دي البطوله دي حاجه غير لما اقول انا نجمه اولى، انا النجمه اللي مش عارفه ايه. الكلام ده كان زمان، خلاص مبقاش فيه الكلام ده دلوقتي. وبعدين بطوله جماعيه، ما انا رايحه وعارفه ان الفيلم بطوله جماعيه. تعتقدي انه في فنانه ممكن ترفض تشتغل مع خالد يوسف؟ لا، اشمعنى خالد يوسف يعني؟ بيقولوا خالد يوسف امتداد ليوسف شاهين وكل الناس عايزه تشتغل معاه، فانا بسالك يعني في حد انا مش ممكن حابه بصراحه يرفض؟ مش حابه في حد ممكن يرفض يشتغل معاه ده؟ بس اللي انا لا بسأل. انا مش حابه اتكلم عن استاذ خالد دلوقتي نظرا للازمه اللي هو فيها، لحاجات كتير قوي، فمش عايزه اتطرق لهذا الموضوع الصراحه. لكن هو كمخرج اشتغلت معاه، اشتغلت معاه، ضاف لي، ضاف لي. كان في بينا خلافات، كان في بينا خلافات، اتصالحنا ورجعت اشتغلت معاه، ده حصل. الفيلم الاخير، اي حاجه هاله تانية او اي حاجه تانية تخص بان مين يشتغل معاه او مين ما يشتغلش معاه او مش حابه اتكلم فيها صراحه. خلاص سيبنا من الاو. بيقولوا ان اعمالك تراجعت شويه لما بطلتي تتعاملي مع المخرج محمد سامي، ده صحيح؟ بصي، محمد مخرج شاطر جدا جدا، وعملت معاه حاجتين ناجحين جدا، سبق الاصرار وحكايه حياه، وكل واحد فينا بعد عن التاني. لو كنا فضلنا مع بعض هنقعد انا وهو نشتغل قد ايه؟ ثلاث اعمال، اربعه، خمسه، سته، لازم هتغيري. يكون هو عايز يشتغل مع حد تاني غيري وانا عايز اشتغل مع حد تاني غيره. يعني حتى لو كنا عايزين نكمل بقيه النجاحات كان هيبقى كل واحد فينا عايز يخرج من التاني شويه، يشتغل مع حد ويرجع. لكن هو من انجح اعمالي. طبعا طبعا، هو مخرج شاطر جدا جدا. انت فعلا تتدخلي في راي المخرج؟ طب بجيب المخرج ليه؟ رايك هو جاي يعمل ايه؟ مخرج وصور وممثل يعني ما تدخليش ابدا. انت والله يا عائشه بجد عارفه ساعات اقول ايه؟ اللي بيقولوا كده يعني مبقاش عندهم استيعاب يعني ايه مخرج، مش فاهمين المخرج ده بيعمل ايه. هو فاهمينه كده جمله، المخرج جه، المخرج ده اللي ساعات وانا لما يهرب مني الاداء هو اللي يجي في ودني يقول لي الشخصيه هربت منك، فاقول له فعلا؟ يقول لي ايوه، اللي قاعده بتمثل قدامي دلوقتي على الشاشه دي غاده عبد الرازق، مش الشخصيه. يعني ولا عمرك تدخلتي؟ عمري في حياتي الا في حاله واحده، لو في مشكله وانا المخرج عايزني اتدخل فيها او عايزني احلها. ودايما بيبقى في مشكله ما بين الاخراج والانتاج، دي معروفه. مين اللي هيبقى فاصل بينهم؟ انت اكيد. طب بصراحه يا غاده، تختاري الناس اللي تشتغل معاكي؟ بصراحه بتقولي انا عايزه اشتغل مع ده وده وده، وارجوكم ده لا. لا ارجوكم ده لا، عمري في حياتي ما عملتها، ما اقطعش رزق حد ابدا. يقول لك انا مرشح فلان او فلانه للدور ده، تقولي لا لا انا ده ما اشتغلش معاه. لا لا لا، مش انا. ما في نجوم كتير يعملوا كده. لا لا مش انا، انا وقفت قدام ناس كانوا متكلمين عليا وانا وهم متخانقين، وقفت مثلت قدامهم. عشان كنت شايفه انه لايق للدور؟ لا، عشان ما اقطعش رزق حد. عشان الرزق مش عشان الدور؟ عندي الرزق اهم من الدور. طالما اتقال اسمه وجاي عشان ده رزقه، لا يمكن اقف فيه، لا يمكن. حتى لو كانت عندك خلافات معاه، حتى لو كان عندي خلافات او ما ترتاحيلوش، اعمل نفسي كاني ولا سمعت ولا حد وصل لي، واقف واسلم واتكلم واخلص شغلي وبعدين اروح. نشوف فيديو. فيديو خلاصي. دي بتاعت مين؟ جادة. انت عامله دي الجادة؟ طب وريني وريني. Say hi, mommy.
stop the Naz One Market in just a little while. Colossi. دول احلى حاجه في الدنيا، دول دول اللي انا طلعت بيهم من الدنيا الحمد ربنا لله. ربنا يخليهم لك وتفرحي بيهم يا رب يا رب. وجودهم في حياتك غير ايه؟ حاجات كتير. بقيت مبسوطه اكتر، بقيت عندي طموحات اكتر لحاجات ليهم. مش عايزه اخرج من البيت عشانهم. عايزه لما اخرج يبقوا معايا في كل حته، عايزه لما اسافر يبقوا معايا في كل حته. حاجات كتير. انت جده في السن ده وانت صغيره ولسه قمر. رامز قال لي رمى افيه مليون جنيه، قال الجده المعجزه. انا خديجه وجويريه اخدوا منك ايه؟ الكبيره شبهي قوي. خديجه شكلا او مضمونا؟ كله. ساعات بحس ان هي كلها على بعضها كده غاده، والصغيره جويريه كلها باباها، يعني هي روتانا يا عيني اللي طلعت من غير ولا حاجة. ممكن ترفضي أعمال عشانهم هما؟ أرفض أعمال؟ آه طبعاً، حاجات تبقى معينة ما أقدرش أظهر فيها دلوقتي طبعاً أكيد. عشانهم هما؟ أي حاجة في الدنيا هتبقى عشانهم هما، إذا ما كانش عشانهم عشان مين؟ راجعين ومكملين حديث على الفن وعلى الأجيال، بس روح فاصل. أوكي فاصل وراجعين. أهلا لكم، ومعنا النجمة الجميلة غادة عبد الرازق منورانا. ميرسي، ده منورك. عندنا تصريحات ليكي هنتناقش فيها. أوكي؟ أوكي. يلا التصريح الأول، كل اللي خانوا غادة عبد الرازق خانوها عشان التفاصة. أنت قلت كده في برنامج عقد النجوم. لا ما قلتش تفاصة، قلت أن أنا انفصلت مرتين ثلاثة بسبب الخيانة. ده حصل فعلا. أنت شايفة أن كل الرجالة خونة؟ لا لا، مفيش حاجه اسمها كل الرجاله خونه. طب اتخنتي كم مره في اللي انت عارفاه؟ لا كم مره اللي قفشتهم اكيد وطلعت منهم طبعا. هم ثلاثه. ثلاثه دول اللي عرفت امسكهم. طب مين خسر مين في جوازاتك كلها؟ انت خسرتي ولا هم خسروا؟ هم اللي خسروا طبعا. ما قلتي انك خسرتي والد روتانا. عشان ده بابا روتانا. بس لانه باباها؟ عشان هو راجل محترم كان. يبقى خسرتي ده الوحيدة من ممكن فعلا يقال عليه ان انا خسرته طبعا. دلوقتي علاقتك بيه عامله ايه؟ هايله الحمد لله. طب محمد فوده مين خسر مين ومين اتضرر اكتر من التاني في العلاقه؟ لا مفيش حاجه اسمها مين خسر مين. انا ومحمد عشره من زمان، يعني حوالي 18 سنه. كل واحد فينا كان مبسوط مع التاني، ولما سيبنا بعض عشان ما نخسرش بعض على مستوى الصداقه. سبتوا بعض كده مره ورجعتوا؟ شيء طبيعي، ما انت زي ما بتتخانقي اتنين صحاب بيتخانقوا يقطعوا بعض شويه وبعدين يرجعوا يتصالحوا تاني. انا من نوع القماصه متسرعه، فكنت باخد قرار الانفصال وكنت ارجع تاني. ينفع ترجعوا يعني بعد؟ لا دلوقتي بعد النهارده؟ دلوقتي العلاقه بيننا موزونه، يعني اصحاب واخوات و ناخد رأي بعض في حاجات كتير، لكن أزواج بتهيألي لا. التصريح اللي بعد كده، قلتي ما شفتش كارما ولا حرب كرموز وفشل فيلم كارما في شباك التذاكر، إن الناس مش عاوزة تتفرج في السياسة، الناس عاوزة تتفرج في حاجة زي حرب كرموز، قصة حلوة وكده. قلت كده فعلا. ليه ما نجحش الفيلم؟ عشان الناس فعلاً مش عايزة سياسة. خلاص كفاية، كفاية قوي. وزي ما بقول، ليه ما رحتيش شفتي الفيلم؟ ممكن حد يروح يمثل فيلم وبعد كده ما يروحش يشوفه؟ لدرجه دي ما كنتيش متحمسه له؟ طب دخلتيه ليه؟ ازمتي ان احنا لما نيجي نكلمك لمصلحتك ان بلاش تكلمي في السياسه، بلاش تتكلمي في اديان، بلاش تعملي. والفيلم لوحده حلو ولايت ولذيذ وفي نجوم كتير فما تسمعيش غير انت بس، ما تسمعيش الراي الاخر. وطلع اللي احنا قلناه فعلا حقيقي.
طب لو رجع يشتغل ممكن تشتغلي معاه مرة تانية؟ ما اعرفش، مش عايزة اقول حاجة دلوقتي، مش عايزة ابقى متسرعة. ما انا بقولك عيبي. يبقى بطلتي تبقي التسرع. عاطفية، شايفة بيتي دلوقتي بقيتي بتفكري بطلتي تبقي متسرعة. فمش عايزة اقول دلوقتي حاجة اندم بعد كده اندم عليها او اغيرها، يعني مش حابة. بتحبي تلعبي؟ في المطلق تلعبي مع احفادك؟ لا ده انا ببقى عيلة اكتر منه. انا بحب يعني بتلاقيني برا هادية، لكن في البيت غادة بقى. اللي هي ايه غادة؟ يعني مجنونة؟ مفرفشة؟ ممكن وتروح نظرة الحزن اللي في عينيكي دي؟ ممكن، ما ببصش في المراية ساعتها، مش فاهم، ما اعرفش. طب بصي دلوقتي في المراية. اشمعنى؟ خلي بالك انا المراية دي بتحب المراية انت. يا عناية احمرت زي ما قلتليش ان عناية احمرت. ما كنتش شايفة هلبسك اي تهمة بقى. انت فعلا عندك هوس بالمرايات؟ وانت صغيرة كنتي بتبصي جدا على المراية؟ كل الاطفال كده على فكرة يحبوا يقفوا قدام المراية وترقصي وتغني وتحطي المكياج وبتاع، صح؟ مش انا جدتك كانت بتقولك ايه؟ اوعي تقفي قدام المراية كتير، هيطلع لك واحد يضربك بالقلم ويخش تاني. وكنت ساعات اخاف اقف قدام المرايه بجد، اقعد اقول هي حقيقي؟ وبعدين ساعات كنت اروح تبقى المرايه كده وراها فاضي، فكنت اروح ابص وراها في حد هيطلع مني. ايام الله يرحمها. طب خدي كده المرايه. في حد احلى من غاده عبد الرازق؟ اكيد طبعا. كده على طول من غير ما تفكري؟ طبعا. ما في ناس شايفه انها احلى حاجه في الكون، ده موجود؟ لا أنا شايفة نفسي إن أنا الحمد لله مقبولة. مقبولة مش حلوة؟ لا مقبولة. إيه التواضع ده؟ لا ده حقيقة. طب مين أحلى، أنتِ أو هيفا؟ لا هي أحلى طبعًا. مش قلتي قبل كده إنك لا أحلى؟ كان عندي كده مشكلة معاها فكنت عايزة أرد أقول الرد ده، فاهمة؟ فراحت المشكلة دلوقتي فبقيت هي أحلى. إيه ده؟ يعني لو لازم أجامل لازم أجامل كل الزملاء بتوعي. لا هي حلوة بجد، هي حلوة. بسم الله ما شاء الله عليها يعني. عمرك كنتِ مغرورة؟ عمري كنت مغرورة وأنا صغيرة. كنت مغرورة؟ كنت شايفة نفسك؟ أي حد في سن المراهقة بيبقى حاسس بنفسه شوية. إيه اللي نفسك تغيريه شكلاً أو مضموناً؟ إن بطل خوف، لأني بخاف كمان على اللي حواليا جداً جداً، يعني بقعد أقول ابتدى الخوف عندي يبقى خوف مرضي، اللي هو يعني لا ما تودوش ده، لا ما لا اوعي ده عشان ده سخن، طب بلاش مش عارفه ايه. انا شايفه ان ده غلط، يعني واحد لازم يخليها كده على الله، بس الواحد ساعات غصب عنه بيبقى خواف زياده على الحاجه اللي بيحبها قوي. نفسي ابطل ده. انت من بره زي من جوه ولا في وش بتحطيه للناس؟ ابان من بره اقوى. انت ضعيفه؟ زي اي ست. في ستات قوية؟ لا مش من بره ومن جوه، يعني مبينة قوية وهي فعلا قوية. لا في طبعا في. لا في بس مش انا. لما تبصي في المراية تقولي لنفسك ايه؟ يا اختي عليكي وعلى حلاوتك. دي حقيقة والله، ساعات ابص في المراية ادلع نفسي، يعني يا اختي جميلة، يا اختي عليكي وحلاوتك كده. شايفة انك شبه بنتك اكتر او اختك اكتر ولا مامتك؟ لا انا شبه ابويا الله يرحمه اكتر. الله يرحم. واحد اكتر واحد انا شبهه، يعني شكلا موضوعا طولا جسما كل حاجه. لو انتي وروتانا ويسرية واقفين قدام نفس المرايه هتبصي على مين؟ روتانا طبعا. من غير تفكير؟ من غير تفكير. طب لو روتانا واحفادك؟ الاثنين. قلتي مره روتانا يا رب يا بنتي حظك يكون احلى من حظي؟ اكيد طبعا. بصي دايما بتتمني كل اللي كان نفسك فيه، تبقي عايزه تشوفي ابنك او بنتك احسن منك مليون مره، مليون مره. خلصنا اللعبه يا غاده. فعلا؟ نروح لفاصل ونرجع؟ اوكي. فاصل وراجعين.
رجعنا مع النجمة غادة عبد الرازق. غادة منورانا. ميرسي. السوشيال ميديا، علاقتك ايه بالسوشيال ميديا؟ ساعات بتبقى سلاح ذو حدين، يعني ساعات بتنفعني جدا وساعات بتضرني جدا، فبعدت عنها شوية. بعتي دلوقتي؟ اه. ما بقيتيش تنزلي حاجات؟ لا، ما بقتش انزل حاجات زي الاول. حوريكي صورة ونعلق عليها. اوكي؟ اوكي. يلا نشوف الصورة. روتانا مع والدها. اه. دي كانت أول جوازة في حياتك. اه. وكنت صغيرة جدا. كان عندي 17 سنة. كان أكبر منك بكتير؟ 11. طب عمرك اتجوزتي حد أصغر منك؟ اه، مرة. أحمد فلوكس؟ لا، إيه ده؟ أنا ما اتجوزتش أحمد. لا. مين كان أصغر منك؟ كانت آخر جوازة ليا. طب ممكن بعد كده تتجوزي أصغر منك أو أكبر منك؟ حاسة إنك في مرحلة. ما بتفرقش معايا، لا ما بتفرقش معايا حكاية السن، بتفرق معايا العقل، إنه يبقى راجل بيفكر كويس، بيحبني، بيخاف عليا، حاجات تانية كتير جدا. أنت دلوقتي متجوزة أو لا؟ لا أكيد. معناها إيه؟ لا بس عايزة أسأل، ما ممكن يكون جواز في السر؟ لا لا لا، بقول لك متجوزة 10، أتجوز في السر ليه؟ بالعقل. لا مش مرتبطة. لا. تعليقك على الصورة؟ يعني فيها أهم شخصية في حياتي، روتانا. أهم بني آدمة في الحياة عندي روتانا. باباها راجل محترم جدا، يعني كان في منتهى الذوق والأخلاق في كل حاجة صراحة، هو ما زال. طب روتانا تتدخل في أدوارك؟ بتقولك بتقول رأيها بصراحة، بتقولك أرفضي الدور ده، لأ مش هيكون لايق عليكي، اقبلي ده أو لأ؟ كانت لفترة قريبة ما كنتش بحكي لها، لأن هي كانت عشان الولاد ومش عارفة إيه، وما بحبش أدخلها معايا في مشاغل كتير. من حوالي سنتين كده ابتديت أديها السيناريو تقراه، وهي في العربي شوية ضعيفة، يعني هي دايماً بتقرأ العربي بصعوبة، فتقعد تقول لي هو أنا بذاكر، أنا مالي يا مامي؟ أقول لها معلش يا روتانا عشان خاطري قولي لي رأيك إيه، طب ده يليق عليا دلوقتي، طب حلو، طب مش حلو، وتقول لك رأيها؟ آه بتقول لي. وتاخدي برأيها؟ طبعاً. لو قالت لك مش حلو ترفضي؟ أعرف إيه اللي مش حلو فيه وأغيره. خلفتي بنتك وانت عندك 18 سنة، كنت عيلة بتربي عيلة، كان صعب ده؟ كان صعب جداً، بالذات ان انا ما كنتش عايشه هنا، كنت عايشه في السعوديه، ف لوحدي ومعايا نونو صغنونه كده، ومامتي الله يرحمها جات لي على هناك، بس انا اللي متولياها، يعني كانت صعبه جدا. نشوف فيديو. اوكي يلا الفيديو. ما بحن لها مقضيينها لو روتانا. تقولي لمين ما بحنلهاش؟ لأي حد عاملني وحش أو استهون بيا، أو كنت بحترمه جدا وما احترمنيش، أو أساء الظن في طريقته معايا. نشوف الصورة اللي بعد كده. أوكي. الصورة. تحدي العشر سنين. عايزه اقول لك مش انا اللي عاملاها، اللي ماسك لي السوشيال ميديا بتاعتي هو اللي عملها لي وقال لي ايه رايك تحبي تنزليها. نزلتها. الزمن عمل فيكي ايه؟ حاجات كتير والله، غير مني حاجات كتير. انت احلى. بيقولوا ان انا لما بكبر بحلو اكتر. انت رايك ايه؟ شايفه كده في الصوره دي بالذات. الصوره بتقول كده. انت فعلا احلى. ربنا يخليكي، ميرسي، ده ذوقك. الزمن عمل فيكي ايه؟ يعني انت احلى ظاهريا وباطنيا. باطنيا طبعا لا، اتخبطنا كتير، يعني اتخبطت كتير. الواحد كان عايز، وانت صغيره دايما عايزه تضحكي وتخرجي وتهرجي، لما بتكبري شويه بيجيلك بقى مسؤوليات، مشاكل، مشاغل، بتتحولي، بتبقي حد تاني غير اللي انت موجوده عليه او اللي انت المفروض تبقي فيه. بتخافي من الزمن جدا؟
أنا خوفة جدا. بتخافي إنك تكبري؟ لا، ما بخافش من حكاية السن، بخاف من اللي جاية بكرة. إيه؟ لو طلبت منك تختاري أغنية لها ذكرى معاكي تختاري إيه؟ مكسوفة. وأنت فعلا مكسوفة؟ هالية. لا. غنيتها في فرحي من بابا روتانا. طب نسمع بس كده، هوريك وادي صوتي هايل. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة مش قادرة أقولها. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة مش قادرة أقولها. شفت المواهب اللي انا مخبياها؟ لا لا فعلا لازم تعملي كليب، ما ينفعش كده. اه ده اللي ناقص بقى. بتحبي الضلمه ولا النور؟ كنت الاول بخاف من الضلمه، دلوقتي ما اعرفش انام في اي حاجه فيها ذره نور. طب دلوقتي معاكي 30 ثانيه هتقولي رساله من غاده لغاده، اوكي؟ طفوا النور. اتعودي تحبي نفسك قوي، يعني علشان تعرفي تعملي كل حاجة انت عايزاها. تاني حاجة، بطلي تسرع عشان مش كل الناس بتفهمك صح. تلاتة، خلي بالك من صحتك يا غادة. اربعة، عدي تنازلي. خلاص، بس انا قلت الحاجات اللي كنت عايزاها، لحقت الحمد لله. الحمد لله. غدا انبسطنا جدا انك كنت معانا. وانا كمان جدا جدا. يا رب نشوفك دايما متالقه. يا رب اسمع منك. كده وصلنا لنهايه حلقتنا، نشوفكم في حلقه جايه مع نجم جديد.